الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. في هذه الآية يريد الله سبحانه وتعالى أن يربط المجتمع بأخلاق التي تتسع لكل ما يحبه الله وما يرضاه وما يرفع مستوى الأمة ويقوي مواقعها ويؤكد مواقفها ويمنع الشر عنها. فلا بد أن تنطلق جماعة من الأمة لتراقب مسيرتها، كيف يتحرك أفرادها في أوضاعهم الخاصة وفي اجتماعاتهم في المجتمعات التي يعيشون فيها، سواء في المجتمع الصغير وهو مجتمع العائلة أو المجتمع الكبير وهو مجتمع المنطقة أو مجتمع الأمة. فلا بد له عندما يطلع على أوضاع هذه الجماعات ويرى فيها انحرافاً عن الخط المستقيم وأخذاً بخطوط الشر، فلا بد أن يدعوها إلى الخير، إلى أن تأخذ بأسباب الخير، ليعرفها النتائج النافعة المفيدة التي تقرب الإنسان من ربه في تلك المناهج من أعمال الخير. ومن أوضح عناوين الخير الصدق والأمانة، أن يكون الإنسان صادقاً فيما يتحدث به، لأن الكذب يجعل الناس
تتصور الأمور بغير واقعها، فتنقلب عندهم الصورة ويتصرفون على أساس النتائج الضارة لأنفسهم وللمجتمع. ولذلك أكد الله سبحانه وتعالى على التثبت في خبر الفاسق الذي لا يخاف الله ولا يلتزم بالتقوى في كلامه وفي إخباره، لأن فسقه لا يمنعه من الكذب. وقد جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إذا جاءكم مخبر سواء في أمر، سواء كان خبره في أمر يتصل بعائلتك أو يتصل بإخوانك أو يتصل بالناس من حولك، بحيث كان هذا الخبر يمثل السلبية على من أخبرت عنه، فادرس هذا المخبر، فإن رأيت أنه يخاف الله ويتقيه ويمنعه ذلك من الكذب فاقبل خبره، لأنه أهل للثقة ولأنه أقرب إلى الصدق وأبعد عن الكذب. وإذا عرفت أن هذا المخبر رجل فاسق يعصي الله في الكبير والصغير ولا يخاف الله في ارتكاب المعاصي، فيأكل ما حرم الله ويشرب ما حرم الله ويتحرك مع الناس بما لا يرضى الله، فلا تعتمد على خبره لأنه قد يكذب في خبره، وعند ذلك لا بد لك من أن تتثبت عن الخبر وعن القضية التي أخبرك إياها بوسائلك الخاصة، تسأل هذا الإنسان ذاك الإنسان، تتعرف ظروف الموضوع ظروف القضية، وهذه الله يركزها يعللها. أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يعني لأنكم إذا لم تتبينوا الحق من الباطل وكان هذا المخبر الفاسق قد أخبر بالباطل وتصرفتم على هذا الأساس فعاقبتم هذا الشخص الذي أخبركم
بأنه قد أساء، ثم تبينت لكم المسألة أنه رجل بريء، فعند ذلك تندمون على تسرعكم بتصديقه وبترتيب الآثار السلبية على ما أخبركم به. أن تصيبوا قوماً بجهالة يعني بغير تثبت، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذه الآية نزلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما أرسل رسول الله رسولاً من قبله إلى بني المصطلق، وقد كانوا دخلوا الإسلام، ليجمع منهم الزكاة، وهكذا كانت طريقة رسول الله أنه يرسل أشخاصاً أمناء ليجمعوا الزكاة من المكلفين ويجيئوا بها إلى رسول الله ليصرفها على شؤونه العامة في رعاية الفقراء والمساكين وقضايا الدعوة إلى الإسلام وقضايا الحرب وما إلى ذلك. فأرسل شخصاً ظاهره الصلاح، حتى أن الرسول اعتمده في ذلك. وعندما ذهب هذا الرسول إلى هؤلاء الجماعة خرجوا لاستقباله، فخاف منهم لأنه كانت بينه أو بين عائلته وبينهم قضايا سلبية، يمكن قضية ثارات، فخيل إليه أنهم خرجوا للاعتداء عليه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال أن القوم رفضوا دفع الزكاة وتمردوا عليك. وهنا عندما سمع المسلمون ذلك تنادوا لقتال هؤلاء، لأن موقفهم الذي أخبره به يمثل نوعاً من أنواع الارتداد عن الإسلام والاعتداء على الرسول الذي أرسله النبي إليهم. وجاء هؤلاء القوم بعد ذلك إلى رسول الله وقدموا له إخلاصهم والتزامهم بالإسلام واستعدادهم لدفع الزكاة وقالوا لقد خرجنا لاستقبال رسولك
ولكنه رجع من دون أن يلتقي بنا، فنزلت هذه الآية لتؤكد أن هذا الرجل الذي كان رسول الله يثق به لحسن ظاهره وهو الوليد كان فاسقاً وكاد أن يورط المسلمين في حرب، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة لو أنكم تصرفتم ولو أنكم حاربتموهم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تتندموا كيف عملنا هيك وهؤلاء الناس أبرياء. وهذا مما قد يحدث عندنا عندما يأتي رجل أو امرأة بخبر يتعلق بزوجة الإنسان أو يتعلق بزوج المرأة من أجل أن يفصل بينهما ويفصم علاقة الزوجية، فيبادر من يتلقى الخبر سواء كان زوجاً أو زوجة للتصرف السلبي، فقد تطلب المرأة الطلاق من الرجل، وقد يطلب الرجل الطلاق من المرأة، ويسقط البيت على رؤوس الأسرة كلها. وهكذا نجد كيف أن الكذب الذي يتحرك في القضايا الاجتماعية في المجتمع العشائري، حيث يقوم بعض الناس بأن ينقل إلى هذه العشيرة خبراً عدوانياً على العشيرة الثانية، فتأخذهم الحمية، حمية الجاهلية، ويبادرون إلى الحرب مع العشيرة الثانية. وقد يحصل بين الأحزاب كما عشناها، عندما يأتي شخص ويقول أن فلاناً من هذا الحزب قد سب قيادة هذا الحزب أو بالعكس، فيبادر أتباعه إلى الاقتصاص من هذا الشخص وهو بريء. وكم واجهنا كثيراً من هذه القضايا. وهكذا تنطلق أيضاً المخابرات المحلية والمخابرات الإقليمية والمخابرات الدولية التي تصنع الإشاعات الكاذبة من أجل أن تخلق في المجتمع حالة من الفوضى التي قد تتحول إلى حالة من التنازع والخلاف، بحيث قد يصل الأمور إلى نتائج عدوانية هنا وهناك. ولذلك
فإن علينا أيها الأحبة قبل أن نأخذ بالخبر أن نتثبت، أن ندرس صاحب الخبر، هل هو فاسق يخاف الله لا يخاف الله، أو هو عادل يخاف الله، أو هل هو إنسان ساذج يمكن أن يصدق كل شيء، أو أنه إنسان مفكر لا يقبل أي شيء يسمعه. لنتخذ موقفنا السلبي أو الإيجابي من خلال شخصية هذا الشخص. والقضية ما تتصل فقط بالأشخاص، عندنا هالأيام ما شاء الله فضائيات اللي هي بعضها محسوب على هالدولة وبعضها محسوب على تلك الدولة، وهناك سياسة لهذه الدولة أن تصنع الأكاذيب التي تشوه صورة الدولة الثانية وتعطي صورة غير صحيحة، كما هي الدولة الأخرى أيضاً. ثم عدنا الصحافة، ثم عدنا الإذاعات. مثلاً بعض الناس يجي يقول لك شوف فلان كيف يعمل هيك، من قال لك أنه عمل؟ ولا قرأت بالجريدة، من قال لك أنه صاحب الجريدة هذا رجل يعني يخاف الله؟ هاي الجريدة احنا نعرف كثير من الجرائد تحسب على هالدولة على هالدولة، واحنا نعرف في جرائد كثيرة تمول من قبل كثير من الزعامات وكثير من الدول حتى تتحرك في سياستها بالإشاعات الكاذبة التي تثير الفتنة، سواء كانت فتنة اجتماعية أو فتنة مذهبية كفتنة بين السنة والشيعة أو بين المسيحيين والمسلمين وما إلى ذلك. ولأن الكذب يعني يمثل الخطورة على المجتمع، فلذلك ورد أن المؤمن لا يكذب، وأن المؤمن إذا كذب فإنه يخرج من الإيمان، لأن الإيمان يمثل الحق والكذب يمثل الباطل، ولا يمكن أن يجتمع الحق والباطل في موقع واحد في هذا المجال. لذلك أيها الأحبة، أراد الله لنا أن نكون الصادقين، وأراد الله لنا أن نكون مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وللكلام بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.